يبدأ الفيلم تاعنا مع آدم واللي تبان عليه مجرد مربي نحل بسيط. نشوفوه هو يقطع في شهدة تاع نحل ومن بعد يفوت على سيدة باركر واللي تكون صاحبة المكان، وهو كاري عندها جراج وطرف أرض مربي فيه ومنحل تاعو. المهم تطمن عليه وتسقسيه على أحواله وتقول له ما تنساش تجي تتعشى عندي اليوم، وتبان بلي بزاف مطهلية فيه. ترجع لدارها وهو يروح يكمل خدمته. بعدها مباشرة نشوفوا السيدة باركر وهي قاعدة مع اللابتوب تاعها، وتكون مديرة جمعية خيرية تجمع فيها تبرعات لرعاية أطفال المحتاجين، وفجأة يظهر لها فيروس على اللابتوب ويقولها لازم تتواصلي مع الرقم هذا ولا تفقدي كامل البيانات. تولي تعيط مسكينة في النمرو، يرد عليها واحد اسمه جراند ويقولها احنا شركة مكافحة الفيروسات، وفي الحقيقة هي مجرد شركة نصب واحتيال ويكونوا يستهدفوا غير كبار السن. المهم يحشيها لها ويخليها تثبت مجموعة من البرامج على أساس باش ما تفقدش البيانات، وهي مسكينة تكون على نيتها تتبع فيه خطوة بخطوة. في لحظة يحولوا الأموال اللي في حساباتها كامل ليهم، ومن بينها أموال تبرعات اللي كانت بقيمة 2 ملايين دولار، وجيست ما سرقوا لها الدراهم قفلوا التواصل معها نهائيا. بعدها مسكينة أترعبت وفاقت باللي ضحكوا عليها وما خلوا لها حتى دوروا في الحساب. الوقت هذا يكون آدم يوجد في بلارة عسل من الشهدة اللي قطعها، وبعد ما يوجدها يديها معاه ويروح عند باركر به يتعشى. يدخل عليها يلقاها مقتولة، وفي الوقت اللي يكون مستغرب على حتى ماتت تدخل عليه شرطية تثبته بالسلاح وتقول له وش راك تدير هنا في الوقت هذا. تزيد حتى هي تتفاجأ كي تلقى السيدة باركر مقتولة، وهنا نعرفوا باللي الشرطية هذه بنتها وجات في إجازة باش تشوفها. تولي تعيط للبوليس وتسلموا ليهم، في بالها هو اللي قتلها. تبقى وحدها وتكون بزاف حزينة ومستغربة في نفس الوقت على حتى قتلها. تبدأ تبحث في الدار على كش ما حاجة توصلها للإجابة. تلقى اللابتوب مازال مفتوح، تجري تفيري فيه تلقى حساباتها كامل 0 دراهم. تولي تعرف اللي أمها انتحرت بعد ما تم الاحتيال عليها، وهذاك اللي كان قد وجد الشرطة ورجعوا آدم للمزرعة لأنه الطب الشرعي أثبت بلي راه باري ومش هو اللي قتلها، والتقارير كامل أثبتت بلي باركر ماتت منتحرة. المهم آدم رجع لخدمته عادي، بصح كان باين عليه بلي بزاف حزين على موتها. بعدها بوقت وجيز جات عنده بنتها واللي اسمها فيرونا، طلبت منه يسامحها اتهمته بلي هو اللي قتلها، وقالت له معليش نريح ونحكي. وبدات عرفته بلي هي تابعة للFBI وانه التحقيقات اثبتت بلي امها ماتت منتحرة، وفهمته انه كاينه شركه احتالت عليها وسرقت لها كامل دراهم تبرعات الخيريه، وكان المبلغ بزاف كبير على بها ما قدرتش تتحمل. ساها على اسم الشركه قالت له المشكل راح تم، حتى المباحث الفيدراليه ما قدروش يعرفوا اسمها ولا مكانها. هز روحو ادم وراح عند النحلات اللي مربيهم، فتح صندوق من الصنادق جبد منه تليفون يعيط به الوحده صديقته وتكون خدامه في منظمه سريه. من بعد شوي ونعرفوا اسم المنظمه هذه. المهم اعطاها النمر تاع باركر وقالها قدمي لي معروف، شوفي اخر اتصال ليها وجبتي لي اسم الشركه ومكانها. وبعدها بلحظات عاودت عيطت له، قالت له اسم الشركه يونايتد داتا، واعطته المكان تاعها. كوبا معها ادم وهز روحه وراح للشركه هذه مباشره. اهبط من سيارته وهو رافد معاه زوج جيريكات كبار تاع ايسونس، وفي الوقت اللي كان راح يدخل حبسوه زوج حراس تاع امن الشركه. حبيبنا ما حلبهم كامل، اخبطهم زوج ضربات جابهم راكدين. بعد دخل هضر مع موظفه الاستقبال قال لها خبري الناس كامل اللي هنا باش يخرجوا، على خاطر راح نفجر الشركه هذه، ومشى وخلاها مشوكيا. طلع للقسم اللي يقوموا فيه بجميع عمليات النصب وقف وقالهم ردوا بالكم يزيد واحد فيكم ينصب على الناس الغلبانه. دخل في واحد بالضرب حتى كسر له وجهه، خافوا كامل اللي راهم تم ولاو هربين. هز الجيريكه نتاع ليسونس وبدا يكب على جميع الاجهزه اللي يخدموا بها، وهنا جا حبيبنا جراند مع مجموعه من عناصر الامن، دار ليهم ادم دقدقهم كامل. ومن بعد هز وش بقى له ايسونس حطوا قدام جراند وزاد حط عليه قنابل وقال له اذا حب تعيش اخرج من هنا، وخلاه مشى. ولا جراند خاف وهرب، ومن بعد ما خرج ادم اتفجر المبنى كامل. جات الحمايه المدنيه وبدات تطفي في النار، ونشوفوا جراند وهو واقف يحكي في التليفون مع رئيس الشركه واللي يكون اسمه دير. المهم حكى له وقال له باللي جا واحد وفجر الشركه وبسبب الانفجار ماتوا 4 اشخاص من الامن، وقال له للاسف ما عرفتش شكون هو ولا حتى وش باغي منا. كوبا معه ديريك وراح الواحد خدام معاه اسمه وولس، حكى له الحكايه ومن بعد طلب منه يحوس عليه ويقتله. قال له وولس انا ما كان لا دخلني معك في الحكايه هذه، وخلاه ومشى. عاود
ديرك عيط لجرانت وقل له ادخل على شركة دينفرس تاع امي وهز البيانات تاع الناس اللي نهبنا لهم دراهم كبار في المرة الاخيرة، اكيد واحد منهم حاب ينتقم منا. وكي تلقاه ادي معك مجموعة من الرجالة المسلحين وروحوا قضيوا عليه. وهذاك اللي كان جرانت قدر يعرف البيت تاع السيدة باركر، وكي راح هو والجماعة اللي معاه لقاو ادم التم، ومن الغش طلب من جماعته يهدموا كامل الصنادق تاع النحل ومن بعد تبعوه للكراج باه يقتلوه. بصح ادم كان مداير حسابه وعلى باله باللي تبعوا فيه، خبى لهم وبدا يخرج لهم بالواحد يقتل فيهم. خلى جرانت هو الاخر، حكمه قطع له صوابعه تاع يديه وبعته يروح. وبعدها ادم شعل النار في الكراج كامل وراح. وفي الوقت هذا فيرونا كانت في دارها، حتى جاها اتصال باللي شركه يونايتد داتا تم تفجيرها، تولي تلتحق بالخدمه. واول ما توصلت قبل زميلها الضابط مات، يبدا يحكي لها ويقول لها هذه شركه احتيال لها واحد فجرها كامل وراح وما حكموا عليه حتى دليل ومش عارفينه حتى شكون. تباشر هي في العمل عادي، تبدا تستجوب في الموظفين تاع الشركه. يعاود يجيها مات يقولها جاتنا اخبار باللي المزرعه تاع ماماك تحرقت. يهزوا بعضهم ويروحوا لتم، يوصلوا يلقاو الكراج صايي والرماد. وبعد ما قاموا بالبحث لقاو الجماعه اللي قتلهم ادم، ولقاو عند واحد فيهم هويه مكتوب فيها باللي موظف من شركه يونايتد داتا. اتولي فيرونا تتشوكا ويجي في بالها باللي ادم هو ورا كامل هذه المشاكل، وفي نفس الوقت مش مصدقه لانها تعرفه باللي مجرد مربي نحل بسيط. المهم في الوقت هذا يكون جرانت هارب سيارته، يحبس ويعيط للرئيس وديريك ويبدا يشرح له، يقول له رانا فشلنا به نقتلوه والجماعه اللي ديتهم معايا خلص عليهم كامل. يبدا ديريك يتعصب عليه، وجاء ادم ضربه وجبده من السياره ربطه بحبل، ومن بعد زاد ربط الحبل في سيارته خلاها ديمار يوحدها. طارت السياره من فوق الجسر وهذه كانت نهايته. والميسيو ديريك كان يسمع في كلش، ولا ادم رفد التليفون تاع جرانت وبدا يهضر معاه. بصح ديريك من الخوف ما ردش عليه، كوبا هو مخلوع في حاله وراح يجري لوولز. قال له لازم ندير لي حل. وهنا نعرفوا بلي وولز كان رئيس سابق في جهاز المخابرات الامريكيه، وعلى جال ام ديريك اللي تكون بدورها حاجه كبيره يقرر يساعده. وبعد ما يسمع وولز الحكايه من ديريك يدهش ويبقى حاير، ومن بعد يتشوكا اكثر كي يعرف بلي الشخص هذا يلقبوه بالنحال. حبيبنا يبدا يتعرق في بلاصتو ويقول ديريك مادامك خربت في الشخص هذا يسموك ميت لا محاله. وقال له انا ما نقدر ندير لك والو. وبعدها بوقت وجيز اتعيط ام ديريك لوولز واللي تكون اسمها دينفرس، وتقول له لازم تعاون ولدي ديريك باي طريقه لانه عيط لي وكان بزاف مرعوب، باين راهو حاصل في مشكل. يولي وولز ما يقدرش يرجعها، يقولها دوك نحاول نتصرف. كوبا معاها وعيط لمركز الاستخبارات، هضر مع وحده يعرفها، قالها كاين واحد تاع منظمه النحل دار لنا مشاكل مع ابن السيده دينفرس ولازم يموت. قالت له دوك نعيط للمنظمه ونعاود لك. هكا شويه عاودت عيطت له وقالت له الشخص اللي تبحث عليه هو عميل سابق للمنظمه واسمه ادم كلاي، بصح راه متقاعد الان. وقالت له المهم المنظمه راهي قررت تتولى امره. هنا ارتاح وولز وبانت له بلي الموضوع صايد حل. وهذاك اللي كان منظمه النحالين بعثت لوحده منهم رساله مفادها تروح تقضي على العميل السابق ادم كلاي. وبعدها مباشره نشوفوا ادم في محطه تاع بنزين ويكون بالسياره تاع جراند. فجاه جات سياره موراه وصدماته، وتكون واحده من النحالين واسمها انست تدخل معاه في معركه شرسه. وبما انها نحاله كيفه كانت بزاف قويه، هي تضرب وهو يضرب، حتى لحقت عليهم الشرطه. تولي انست تطلع فوق السياره تاعها تفتح رشاش عملاق وتقضي عليهم في ثواني. هنا اغتنم ادم الفرصه وضربها بالبلاره تاع العسل للراس، وكمل حك عليها وقتلها. وقبل ما يروح قطع لها صباحها وديه معاه، وكي العاده فجر موراه المحطه بالكامل به ما يخلي حتى اثر. وبعد الشيء هذا اللي صرا عاودت عيطت السيده اللي تخدم في المخابرات على وولز، وقالت له بلي منظمه النحل اتراجعوا على قرارهم انهم يقضيوا على ادم، وحذرته وقالت له دير حسابك بلي ادم هذا كان اخطر عميل في تاريخ منظمه النحل. وقالت له للاسف ما عنديش كيفاش نعاونك. يترعب وولز ويولي يعيط لمجموعه من المرتزقه ويكون القائد تاعها اسمه بارس، قعدهم قدامه وبدا يحكي لهم. قال لهم في الماضي كاين شخص قرر به يكون المجتمع امن وعادل في حياتنا، لازم تكون هناك منظمه سريه محايده وما هيش تابعه للدوله. فانشا منظمه النحالين، والمنظمه هذه فيها كميه كبيره من العملاء اقوياء بشكل مش طبيعي وينفذوا القانون بالطريقه اللي يشوفوها مناسبه من اجل المجتمع الامن. وكلاي ادم هو واحد من النحالين بصح متقاعد وراه يطارد في ناس مهمه في البلاد. ينطق بارز يقول له يتسمى انت جايبنا باش نقضيو عليه. قال له وولز لا، انت لو كان تروحوا وحدكم يقضي عليكم واحد بواحد، لكن اذا تعاونتوا مع فرقه القوات
الخاصة وفرقة المباحث الفيدرالية ممكن تقدر تقضيه عليه. ودرك راني حابكم تروحوا تأمنوا الفرع الرئيسي من شركة يونايتد داتا، لأنه أكيد راح يروح ويقضي على جميع الأشخاص اللي التم. المهم بارس هز جماعته وراح به يحمي الشركة. في الوقت هذا آدم الحق لبلاصة خاصة بمنظمة النحالين واستخدم الأصبع تاع العميلة أنست اللي قضى عليها في محطة البنزين به يفتح به الباب. أدخل هز كامل المعلومات الخاصة بشركة يونايتد داتا وزاد رفض مجموعة من الأدوات والأسلحة اللي يحتاجها، ومن بعد توجه مباشرة للفرع الرئيسي لشركة يونايتد داتا. تكون الجروب تاع القوات الخاصة تحمي في الشركة من برا، أما بارس والجروب تاعه يكونوا في الداخل. ونشوفوا بارس وهو يحكي مع العمال اللي تم يقول لهم لازم كامل تخرجوا. يرد عليه المدير يقول له مستحيل، ما نقدروش نخليوا الخدمة على النص لأنه راح تنعاد علينا بخسائر كبيرة. يتقلق منه بارس، يزيدوا في الهضرة هو والمدير، يولي يخرج ويخليهم يكملوا خدمتهم. والحاجة اللي ما انتبهوا لهاش أنه آدم كان دخل وواقف بيناتهم يبدأ يضرب فيهم كامل ودار فوضى كبيرة. سمع بارس وجمعته الحظ رجعوا يجروا وبدأوا يطيروا عليه، قعروا الدنيا بالرصاص. خرج لهم آدم من الغرفة وواحد ما قدر يقيسه، لحقوه به يقضيوا عليه. بصح آدم كان بالعاني يستدرج فيهم وبدأ يقضي عليهم واحد ورا الثاني وبطرق مختلفة حتى يلحق البارس ويقضي عليه بكل بساطة. وفي الوقت هذا تلحق فيرونا مع الفرقة تاع المباحث الفيدرالية. المهم آدم يبقوا له مجموعة قليلة من أتباع بارس، يدخل لهم في الأسانسير ويطلع فوق السطح تاعو. يلحقوه كامل ويبدأوا بالرمي عليه حتى يخربوا السطح. واحد فيهم ما يتوشيه لأنه كان واقف على الجنب، ومن بعد يفتح بهم المصعد يابطوا كامل موتا في وجه فيرونا. تترعب هي وزميلها مات، بصح يكملوا يطلعوا على الدروج. هنا آدم يرجع لغرفة الاحتيال، يحكم المدير يسقسيه على اسم رئيس الشركة في الأول عند معه وما يبغيش يخبره. بصح آدم يبقى يعذب فيه حتى جبد له صورة مع الرئيس ديريك. والمشكل أنه آدم غير شاف الصورة تاع ديريك عارف شكون. وفي الوقت هذا دخلت عليهم فيرونا وبقات شادة فيه بسلاح. قالها آدم باللي الناس اللي قتلتهم كامل واللي راح نزيد نقتلهم هما السبب في موت أمك. ردت عليه وقالت له باللي راني على بالي، بصح كاين قانون يحكم. قالها بما أنه القانون مش عارف يطبق الحق نطبقه أنا بنفسي، وخلاها وهرب تجري موراه بصح ما تقدرش تلحقه. ترجع تقبض على المدير تاع الشركة، وهنا جاتها صدمة كبيرة بعد ما شافت صورة تاع ديريك. وباش نعرفوا علاش تصدمت لهذه الدرجة نروحوا عند وولس واللي بدوره كان قاعد مع ديريك. جاتوا رسالة باللي العملية فشلت والرجال اللي بعتهم كامل ماتوا، وهذا يعني انه آدم مازال حي ومكمل في الانتقام تاعو. هز ديريك وراح تخالى بيه وقالوا الموضوع خرج على السيطرة. قالوا الحل الوحيد نروحوا نتخباو عند امك وهي الوحيدة اللي تقدر تحمينا منه. افرح ديريك بالفكرة وعيط لأمه قالها راني جاي عندك، كوبي معاه وتروح تكمل مهامها الدبلوماسية. وهنا نعرفوا باللي دينفرس هذه هي رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية، على بها ديريك عنده النفوذ هذا كامل. وفي الجهة الأخرى ترجع فيرونا هي وزميلها مات لمقر الشرطة ويتواصلوا بالنائب العام للمباحث الفيدرالية. تعطيه تقرير للأحداث اللي صارت كامل وتقول له باللي ديريك ابن الرئيسة متورط في شركة نصب واحتيال اسمها يونايتد داتا، والشركة هذه تستغل شركة الرئيسة دينفرس للبيانات، وعلى هذه ديريك يقدر يوصل للبيانات أي شخص ويحتال عليه. وتقول له باللي آدم كلاي يحوس ينتقم منهم. يتشوك النائب العام للقصة ويقول هذوك نروح نحقق مع ديريك بنفسي، ويزيد يقول لها كثفوا مجهوداتكم في حماية الرئيس. المهم تمشي فيرونا وما تلقى الرئاسة وتدي معها قوة كبيرة ما بين شرطة المباحث الفيدرالية وتقريب جميع أسلاك الأمن، حتى وولس كان التم وجاب معاه واحد من المرتزقة اسمه لازرز. ونشوفه لازرز مقلق ويعيط ويقولهم علاه ما خبرتونيش من الأول باللي الشخص هذا تابع لمنظمة النحالين، ويقولهم آخر نحال تعاركت معاه صح تغلبت عليه بصح بالمقابل خسرت رجلي. في الوقت هذا يكون آدم تخبى تحت شاحنة داخل القصر الرئيسة. حبسوها في البوست بوليس يفتشوها مليح، ومن بعد يهبط واحد باهي يفتشها من تحت. قضى عليه آدم ولبس لبسته وخرج كأنه واحد منهم، وهكا قدر يدخل عادي للقصر. راح نحل لبسه تاع الأمن ولبس لباس رسمي وتخلي دور عادي. تشوفوا فيرونا خرجت تجري مراه ومعها كامل القوات بما فيهم لازرز. هنا وولس مد أمر لازرز باش يقضي عليه، ولا آدم فجر قنابل كان زارحهم بأداة تحكم عن بعد. بالعاني كشف روحه باه يستدرج القوات كامل برا.
ومن الانفجار شدت لازرس وجميع قوات الامن اللي كانوا مثبتينه لينوض حبيبنا ويبدا يقضي عليهم، ما كان فارق معه حتى واحد، وهذا كامل لانهم يحوسوا يمنعوه يلحق لديريك الشخص الفاسد. وديريك في الوقت هذا كان مريح مع المدير العام للمباحث الفيدراليه يحقق معاه قدام امه، وكي سمعوا الضرب والقتيله لبرا اترعبت امه وبدات تعيط عليه وتقول له واش درت حتى هذا الراجل باغي يدمر العالم كامل باه يلحق ليك. واللي حكى لها كل شيء قالت له علاش حتى درت كامل النصب والاحتيال هذا، ياك ماناش محتاجين دراهم. اشعل فيها وقالها تحسبي الحملة الانتخابية اللي اندارت لك وفوزك بالانتخابات باش تولي رئيسة ببلاش. اتصدمت امه وقالت له على بالي بيك خدمتك كامل غير قانونية، مما كنتش في بالي باللي تسرق في الناس. وقالت له غير نخرج من هنا نحكي كامل هذا الشيء للصحافة. ينطق النائب العام للمباحث الفيدرالية ويقول له القانون لازم يدي حقه، يولي ديرك يقضي عليه قدام امه. اما ادم بعد ما قتل غاشي كبير كان خلاص الحق للشمرة اللي فيها ديريك، وهنا خرج له لازرس بدأ يتقاتل معاه. وبصراحة لازرس هذا كان بزاف قوي وقدر حتى يطعنه بالموس، وكان خلاص راح يقتله، ولا آدم جمع قوته ونحاله الموس وذبحوا به. ومن بعد فجر باب الشمرة اللي فيها ديريك وأمه، ادخل لقى ديريك حاكم أمه كراهينة والنائب العام للمباحث الفيدرالية ميت قدامهم. في اللحظة هذه لحقت بيرونا هي ومات، ثبتوا آدم بسلاح، وديريك استغل الموقف وكان راح يقتل أمه لأنها قالت له نسلمك للعدالة. وبحركة سريعة أعطاه آدم بطلقة للرأس قضى عليه وقفز مباشرة من النافذة. عاودت لحقته فيرونا ثبتته بسلاح ولا دار شاف معها، عاودت هبطت سلاحها وسمحت له يروح لأنه في الأخر جاب لها حق أمها. المهم جرى لشاطئ البحر وجبد معدات الغطس كان دفنهم تحت الرمل، لبسهم ودا روحه وهرب. وهنا يكمل الفيلم تاعنا، نتمنى يكون عجبكم وما تنساوش ديرونا لايك للفيديو سبسكرايب وما تنساوش تفعلوا الجرس باه يلحقكم كل جديد. والسلام.